من سخرية القدر يا حضراتكم، ده انا هتكلم معاكم من خلال التقرير اللي جاي عن بناء العضلات القوية. شفت مين اللي بيتكلم على الموضوع؟ سبحان الله سبحان الله، عجبت لك يا زمن. المهم طبعا احنا مهتمين جدا ان احنا من خلال حلقات البرنامج ده في كل حلقة من الحلقات نقدم لكم تقرير ليه علاقة ببناء العضلات القوية. هنروح دلوقتي عشان نتعرف مع حضراتكم على تمرين اسمه تمرين اللوح الخشبي. هو تمرين من تمارين القوة اللي بتقوم على تقوية عضلات البطن بشكل مباشر وبعض عضلات الكتف كمان في الطريق. خلونا نتعرف أكثر على التفاصيل من خلال المدرب أحمد عوض في التقرير اللي جاي. تفضل. صباح الخير، صباح النشاط. النهاردة هنعرف معلومة جديدة عن التمرين بتاع البلانك أو اللوح الخشبي. ده إزاي يعني بيستخدمه إزاي أو إيه الفكرة منه؟ إن أنا بستخدم وزن جسمي ضد الجاذبية، وده مهم جدا لمنطقة البطن والوسط الجناب والظهر، احنا بنسميها الكور او المنطقه الدائريه اللي حوالين البوست، وبيقوي عضلات الرجلين الاماميه كمان، بيقوي عضلات الظهر من تحت اسفل الظهر والعضلات الخلفيه بتاعت الرجلين. ده ليه عده مراحل، مهم جدا في المراحل بتاعته ان انا اركز البوزيشن صح او الوضع التشريحي بتاعي يكون صح عشان ما اضرش كتفي، لانه خطر جدا على الكتف. لازم احافظ على مستوى كتفي. شوفوا عملي مع بعض، بنزل على ركبتي ودي اول مرحله، واثبت عشان اعرف ازاي اظبط ان كوعي يبقى فوق كتفي. اقطع لقدام سنه وركبتي ثابته على الارض، وانزل بوستي لقدام كده. انا عامل كنترول على جسمي ان هو ما ينزلش لتحت ضد الجاذبيه، وخلي كتفي فوق كوعي، ما ينفعش ابقى لورا، ما ينفعش ابقى الجنب للجناب. دي اول مرحله. المرحله اللي بعدها ان انا بنزل على كوعي واحافظ ان كوعي دايما يبقى تحت كتفي، يبقى بينه وبين كتفي 90 درجه مع ارض، اثبت صوابعي على الارض. عايز اعرف المسافه ما بين كتفي وكوعي صح ولا غلط، احط صوابعي هنا، وسطي يفضل لتحت، عشان كده انا بقاوم الجاذبيه بعضلات بطني، وطبعا بتشغل عضلات الوسط كلها معاها لان هي بتبقى عضلات مساعده ليها. الخطوه اللي بعدها ان انا ارفع ركبتي من على الارض، بثبت على مشط رجلي وارفع ركبتي، يفضل وسطي مش تحت لا لفوق. ده نفس الكلام بيقوي عضلات الوسط كلها. طيب في مرحلة تانية بعدها اللي أنا عايز أخلي تمرين أصعب، بس لازم أتخطى المرحلة الأولية عن طريق العدد أو 1 2 3 أو بالثواني. هعمل 20 ثانية 30 ثانية لغاية لما أوصل دقيقة. ما أطلعش من مستوى لمستوى إلا ما كنت تخطيت المرحلة دي وعد عليها على الأقل 3 أيام عشان يحصل لجسمي حاجة اسمها تكيف أدابتيشن. يبقى أنا جسمي اتعود على الحمل ده. بعدها أبتدي أعرف المستوى اللي بعدها. طيب ايه الفكره اللي بعده؟ ان انا ممكن اثبت على كوعي نفس البوزيشن اللي وصلنا له اخر حاجه وارفع رجل واحده. كده انا حملت عضلات جسمي كلها على رجل واحده، وعملت اشتغلت عضلات البطن او الوسط على ان هي تحافظ على التوازن او يبقى في ميزان، فده بيشغلها ويشغل الحرق اكتر. طيب المرحله اللي بعدها ان انا ممكن ارفع رجل واحركها يمين شمال. كده انا شغلت عضلات دي عن طريق ان هي ثابته ومحافظه على شكل الجسم، وكمان الرجل عضله الجنب في الرجل في الجنب دي شغلت معايا عضلات الوسط، يبقى تخلصت من الجناب اللي في النص. التمرين ده مهم ليه لعضلات البطن؟ مهم عشان ده بيقوي عضلات البطن، فبيخلينا نتخلص من الدهون اللي في الحته دي. طول ما العضلات عندي قويه في منطقه الوسط طول ما انا بتخلص من الدهون، وفي نفس الوقت بتحميني من اي اصابات ممكن تقابلني زي اصابات العمود الفقري، ان انا يجي لي ديسك او انزلاق غضروفي، فده بالنسبه لي بيحافظ ان العضلات اللي ورا بتاعه الظهر تبقى قويه جدا. ممكن نستخدمه تاني بطريقه مختلفه ان انا اقوي عضلات الجناب. ازاي؟ انا جسمي خالص اهو، كتفي مع كوعي 90 درجه، هثبت الرجل اللي فوق هي اللي قدام على ركبتي بس وارفع وسطي. ده اول مرحله. احاول افتح عضلات الصدر عشان اعمل توازن، وشي يكون باصص لقدام عشان احافظ على عضلات رقبتي. بعدها المستوى اللي بعده ان انا ارفع جسمي من الارض خالص، يبقى ركبتي مش موجوده، نفس الكلام. عايز اصعب اكتر ارفع الرجل اللي فوق، يبقى انا شغلت العضلات اللي هنا. خلصت التمرين، والاهم من التمرين ان انا اعمل اطالات اللي بعد التمرين، هي الاسترتش. مهم جدا في الاطالات بتاع عضلات الظهر والبطن والظهر ان انا اركز في البوزيشن بتاعي كويس قوي. دلوقتي هنعمل عضلات استرتش للعضلات او اطاله لعضلات البطن. ازاي اعرف ان هي صح؟ بثبت صابعي، كوعي يكون تحت كتفي بالظبط،
دي العلامة الصحيحة اللي تحافظ ان انت ما تيجي تعمل اطالة بالوضع ده ما تدورش العمود الفقري او اسفل العمود الفقري. افرد ايدي واثبت 20 ثانية واستخدم شهيق زفير. لازم استخدم الاكسجين كويس جدا اثناء التمرين. كده انا عملت اطالة لعضلات بطني وعضلات الصدر عشان ما يحصلهاش شد او الكرامبات اللي تيجي بعد التمرين. عايز اعمل اطالة لعضلات ظهري عشان هي اشتغلت معايا. برجع ده بنسميه ستريتش كات او اطالات القطة. كده بعمل اطالة لعضلات ظهري. خلصت اثبت. هعمل اطالة لكتفي عشان هو اشتغل معايا. نفس كتف التاني. إطالة للصدر. تحت لورا. كده بقى أنا زي ما شغلت العضلات وحصلها عملية تقصير عملت لها إطالة تانية عشان ترجع للوضع الطبيعي بتاعها عشان تحافظ إن جسمي يكون في الوضع الصحي بتاعه. يا رب تكون معلومة مفيدة وفادتكم النهاردة. شكرا كابتن احمد عوض جدا. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب لكم رياضه لغايه البيت. يعني اهو ما فيش حاجه اللي مش قادر ينزل. تقاريره يعني فعلا مفيده على فكره. في ناس كتير جدا ممكن تستفيد منها وتمارس التمرينات دي في البيوت بمنتهى البساطه بمنتهى الاريحيه. ان شاء الله حضراتكم تستفيدوا معاها.